الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. بإذن الله تبارك وتعالى هذا اللقاء عن تفسير رؤية لقيت فلوس في الشارع في المنام. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. إذا رأى النائم في منامه أنه عثر على أموال في الشارع فتلك إشارة إلى أن الرائي وقع في خصومة كبيرة بينه وبين شخص ما، والله أعلم. رؤية العثور على الأموال في الشارع دليل أن صاحب الحلم يعيش أزمة كبيرة وعليه أن يواجه هذه الأزمة، والله أعلم. أما رؤية الفلوس الورقية في المنام رؤية محمودة تنذر بالخير والرزق واسع لصاحب الرؤيا، والله أعلم. فإذا رأى النائم في منامه فلوس في الشارع فتلك إشارة إلى زواجه، والله أعلى وأعلم في حال كان أعزبا. أما إذا رأت الفتاة العزباء في منامها فلوس ورقية فتلك إشارة إلى زواجها عن قريب إن شاء الله. رؤية الفلوس الورقية في منام المتزوجة دليل أنها ستلقى فتاة ستكون صديقة جيدة ووفية لها، والله أعلم. رؤية الحامل للأموال الورقية في المنام دليل أن الولادة ستكون سهلة وسيتحقق لها ما ترغب به، والله أعلم. إذا رأى الرجل في منامه فلوس ورقية فتلك إشارة إلى قيامه بالحج أو شراء سيارة جديدة، والله أعلم. كما تدل الرؤية على تحقيق مكاسب وأرباح في التجارة والزواج بالنسبة للشخص الأعزب، والله أعلم. إذا رأت المرأة الحامل في منامها أنها تعد الفلوس في المنام فتلك إشارة أنها تعد شهور حملها وأنها تنتظر الولادة، والله أعلم. رؤية عد الفلوس الورقية في المنام بالنسبة للمرأة المتزوجة فتلك إشارة أن تلك المرأة تقوم بتنظيم الوقت، والله أعلم. رؤية عد الفلوس الورقية في منام العزباء دليل أنها تمتلك ولاية أمرها، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. بالنسبة للمرأة الأرملة أو المطلقة فتشير رؤية عد الفلوس في المنام إلى أن تلك المرأة تعيش أيام صعبة بسبب أنها هانت على من حولها، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، ولا تنسوا قراءة سورة الملك كل يوم ليلا فإنها تشفع لصاحبها في القبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.